أقول لك على حاجة، وده أمر كان أصول تسأليني فيه وأنا هسأل أسألك فيه. من كرم حضرتك، اتفضل. أنا أدخلك في موضوع. بيقولوا يوم 25 نوفمبر هتقوم مظاهرات. 25 يناير. آسف، يوم 25 يناير يعني بعد كم يوم؟ نعم. يوم التلاتة الجاي. أيوه. ومعروف مين اللي بيقوموا بالمظاهرات دي وايه سبب المظاهرات دي. واحنا لا نوافق على كل هذا، عايزين السلام للبلد. لكن الامر الصحيح مش كل مظاهرة يسكتونها بالعنف أو بالقمع، إنما الوضع السليم معرفة الأسباب ومعالجتها. الناس جابوا صورهم في التلفزيون وفي الفيديو في كل حاجة بيتكلموا عن الجوع والأسعار. نعم. عن الجوع والأسعار. هل لما نقمعهم عالجنا مشكلة الجوع والأسعار ولا تبقى مشكلة الجوع والأسعار قائمة ومشكلة البطالة أيضا قائمة؟ نشوف إيه الموضوع وإيه السبب ونعالج الأمر. لكن أجعل ظهر واضربها واقمعها يبقى الجوع جوعا وتبقى البطاله بطاله وتبقى ارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار. وسمعنا انا شفت بنفسي في الحاجات دي، واحده ست تقول كيلو اللحمه بقى ب70 جنيه. انا ما بشتريش لحمه على فكره، بس بقول يعني اللي قالوه الناس. الدكتور منع قداستك من اللحمه ولا ايه؟ ممنوع اللحمه قداسه البابا؟ لا ده موضوع خاص نسيبه الوقت. شوفي بتقول كيلو اللحمه ب70 جنيه واحنا كل المرتب بتاعنا 100 جنيه او واحده قالت 40، دي تاكل ازاي؟ هل لو جم ضربوها او خدوها ورموها في السجن يمنع ان كيلو اللحمه ب70 جنيه؟ يمنع ان الناس جعانين؟ يمنع ان المرتبات مش كافيه؟ ينفع ان في ناس بطاله يعني ما فيش مرتبات خالص؟ يعني ده اللي مرتبه 40 ولا 100 اسمه بياخد شيء. طب اللي ما بياخدش خالص ويجي يتظاهر، انا خايف يقول المظاهرات دي سببها اخبط المهجر. ما هو كله كده. أو سببها إسرائيل، ما هو السبب الأساسي نغطي عليه وندور على سبب آخر. أنا لي اقتراح عايز أقوله. اتفضل. جايز ما يوافقوش عليه. واحتمال يوافقوا. وافقوا ما يوافقوش أقوله بس. اتفضل قدس. ممكن البلد تقول ما عنديش فلوس أعالج كل هذه الأمور. اقتراحي هو بعض المشروعات الأخرى اللي البلد بتصرف عليها مليارات تأجلها شوية وتوكل للناس. يعني في أولوية الأشياء من ناحية زمنية لابد أن تسبق. معك حق. يعني جوع الناس هيربك أمن البلد. وأيضا مش من الإنسانية إن الدولة اللي عليها واجب أن تحمي الناس وتوكلهم إنها تسيبهم جعانين. ممكن يهيجوا، ممكن يلخبطوا. ده عندنا آية بتقول لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا.
ممكن يفشل يلخبط يغلط. فمفروض نعالج الأمور، عندي مالية كذا أدي أولوية لمعالجة البطالة للأسعار للجوع. هي الثورة الفرنسية قامت ليه؟ قامت عشان جوع. هي الثورة الفرنسية قامت ليه؟ قامت عشان جوع، والجوع هيربك أمن البلد. طبعا عرفتوا ليه ما تزعش الحوار أمير. يعني ده الجانب اللي كان طاغي جدا على اهتمامات قداسة البابا، هي العدالة الاجتماعية. قداسة البابا كان مشغول جدا جدا بأمر العدالة الاجتماعية وخدمة الفقراء والمرضى، يعني الموضوع ده كان مؤثر فيه جدا، كان بيأثر فيه جدا أيضا إن قد إيه الدولة يعني مش واخدة بالها من هذا الموضوع وغير مهتمة، وكل الاهتمام بالسياسات الخارجية ومشكلة فلسطين، يعني ما فيش أي اتصال، لا مهتمة بالمشروعات كبرى بالمشروعات الكبرى والناس عندها مشكلة. لدرجة إن أنا أتذكر كنت في جلسة مع قداسة البابا وكان في أحد شخصيات العامة كان حاضر، قال له أنا طول عمري ما بسمع رئيس الدولة هو بيتكلم على محدودي الدخل محدودي الدخل، اللي عمري ما مرة سمعته بيتكلم على معدومي الدخل. وده حقيقي. فكانت يعني جزئية خطيرة. عايز أقول لحضرتك إن يعني لأن استكمالا برضه أنا ما لحقتش أعلق على في المرة اللي فاتت بالنسبة لكنيسة القديسين، أنا حضرت اللقاء لقداسة البابا مع الوزير يوسف بطرس غالي. هذا اللقاء كان يوم 5 يناير 2011. الوزير جاله وقال له شوف يا سيادة الوزير، أنا كنت حاضر القعدة دي، قال له شوف يا سيادة الوزير، كل عيد أنا بشكر رئيس الجمهورية، في العيد ده أنا مش هقدر أشكر رئيس الجمهورية، ويا ريت حضرتك توصل له الرسالة ديت لأن أنا مش هقدر أشكره، مش بعد اللي حدث وهذه الصورة وإحنا لسه طالعين من أحداث العمرانية وآجي أقف قدام الشعب وأشكر رئيس الجمهورية. فكان الخضة الرجل الخضة بالنسبة طبعا، لأن أنت عارفة طبعا الشكر ده كان حاجة يعني لا ستاندرد يعني وبروتوكول كمان. طيب. وفعلا لو تراجعي في عيد الميلاد مش هتلاقي لم يشكر رئيس الجمهورية ما حصلش الكلام ده. عمل شكر جمالي عمل شكر أستاذ كمال. شوفي هو يمكن الإشارة إلى المشروعات الكبرى برضو في إطار إثارة الشجون، لأنه مثلا الدنيا كلها مقلوبة على الأموال المنهوبة ولم يتطرق أحد لمشروع توشكا مثلا على سبيل المثال، البلاعة التي ابتلعت الاقتصاد المصري بمليارات ولم نرى حتى الآن حتى مجرد إعلان عنها. يعني كل الطنطنة اللي حصلت عليها مش موجودة. الأمر الثاني أنا عاوز أخرج من الماضي للمستقبل، أنه نفس الأزمة أنه عندما تكلم الرجل ولو كان قد أزيع هذا الأمر ربما كان غير في الأمور أمور وربما غير في المسار، لكن احنا مش هنخش في التمنيات لانها هتتوهنا. خلينا اقول لك انه ما زال هذا النهج ساري حتى الان، حتى السلطات القائمه الان لا تسمع لاحد انما نحن نفاجئ. يعني انا شايف مثلا بننام ونصحى نلقى فيه قرار جديد، بننام ونصحى نلقى فيه تغير جذري في التوجه السياسي في الايام الاخيره ربما في الساعات الاخيره. وعشان كده اتمنى ان هذه الرساله تقرا مره ثانيه في اطار بكره، مش في اطار ان احنا بنتاسى على كلام رجل حكيم. لا، خلينا نقول انه يا جماعه عيال الحكم دلوقتي خدوا عبره من انه كل الرؤوس طارت ومحدش كبير على انه يترك مكانه. فخلونا نستفيد من اراء الناس كلها بما فيها من يستبعده بسبب الدين. هخرج فاصل آخر، هقف هنا على من يستبعده بسبب الدين دي، وأخرج فاصل آخر وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مع الحوار الأخير مع قداسة البابا شنودة، ونسمع بقى كلامه عن بيت العيلة والذي هو مع الأزهر وأشياء أخرى كثيرة تحدثنا عنها.